حبيت نعطيك جو عام، لكن بعد انا في الليل نبعث لك فيديو روب، مش نعمل رد بيها على الفيديو بتاع حاتم. انت تعرف انه على علم متأكد انت، وانه وصلوا حوالي 50,000 اورو كتسبقة 30 و20. جا خدم في تونس توا 3 حفلات، تلقاو منهم زوز، خدم 3 فقط في التورنيه الاولاني. يعني هو وصلوا وخذا وزدناه لهنا حوالي 20,000 اورو، اي بالدينار يعني خذا 20,000 اورو اخرى ما يعادل 20,000 اورو، يعني وصلوا حاليا 70,000. وخدم 3 حفلات فقط في التورنيه الاول اللي فيه 5 حفلات، هذا تلغاو حفلات على انه الحفل الاول اللي عملوا في تونس في صفاقس ما لقاش اقبال بصراحه، ودارت المعلومه لبعض المهرجانات. ثم مهرجان الغى، وثم مهرجان يستنى في الدعم من الوزاره اللي هو وصل منذ يومين تقريب او 3، كان ينتظر انه يكمل كاشي بعد ما يوصل الدعم، فرفض حاتم. بالرغم من ذلك انه قلت لك وصلوا لحد الان اكثر من 8 الحفلات اللي خدمهم برشا مرات. البارحه معناها على اساس انه 50% على كل عرض، العروض الكل، اصر انه ياخذ 7,500 اورو. الوكيله نتاعو زوجته يعني اصرت انها تاخذ 7,500 اورو، نصف الكاشي، والا ما تطلعش المهرجان المستير الدولي. وبالفعل قدمنا لها شيك المهرجان بانه شيك سيرتي فيه معرف معناه مضمون، على اساس انه سبت وحد ما امكنش تصريفه تاخذه يوم الاثنين. حبينا نخليها عندها الشيك، ويوم الاثنين اللي هو اليوم نكملوا لها منه 7,500، يعني على شيك بحوالي 15,000 اورو تاخذ منه هي 7,500. فرفضت وامتنعت عن الصعود معناها للمسرح امام جمهور ممثل الدولي الاستاء بصراحه. وكانت عنده تصير، كانت عنده معناها اشياء قاموا بها، كانت عنده مؤاخذات على التكنيك اللي غنوا عليه اكبر نجوم كما جورج وكما الجسار كما نور مهنا، يعني نفس المعدات المهرجانات الدوليه هذه. ما نعرفش علاش انا معناها استاءوا منها ما عجبتهمش. تقنيه ممتازه موجوده، قالوا هذه يعملوا فيها في العروسات في المغرب. هذه اماكن مشاو القابس، هذه اماكن ما نعرفش كاني في ريف المغرب، يعني اشياء من هذا القبيل اللي استاءت منها برشا ناس. طلع المهرجان قابس في العقد انه يغني بين 70 و90 دقيقه، طلع مهرجان قابس الدولي غنى 50 دقيقه في مهرجان قابس الدولي، مما اثار معنا استياء الاداره نتاع المهرجان والبعض الحضور اللي حضر. هذا هو مبدئيا، وانا مش نعمل تصريح بعد فيديو، نعمل تصريح رد على التصريح اللي قام به حاتم، ونبعث لك منه.